Kawaii tiene muchos beneficios para ti. Lo único que... ما هذا؟ حليب وحلوى؟ هذا ما أحبه. هل تعلم ماكس؟ ماذا؟ حان الوقت الآن لكي أذهب وأن تذهب أنت للنوم. لماذا؟ هكذا. عيد ميلاد سعيدا. عيد ميلاد سعيدا. عيد ميلاد سعيدا ماكس. تعال ننزل إلى الطابق السفلي لنرى إن كان... أوه لا. ماذا حدث ماكس؟ متى نهضت؟ واو، إتانو أكو كاكو. من أين لك هذه القبعة؟ من أكل وجبة رجل الميلاد؟ لماذا بطانيتك متكتلة ومنتفخة؟ هدايا. ملكة الثلج. سوف تبدو هذه جميلة جدا. هل أنت مستعد للخروج وصنع ملكة الثلج؟ غوريلا، أعرف أنك تحب الغوريلا البرية الخضراء الصارخة التي حصلت عليها في عيد الميلاد، لكن جدتنا قادمة لمشاهدة ملكة الثلج، لذلك يجب أن نخرج فوراً لصنعها. الثلج الآن مناسب لصنع ملكة الثلج. أما
إذا أصبح الجو بارداً فلن يلتصق الثلج ببعضه، أما إن أصبح الجو حاراً فسيذوب الثلج. والآن سأحضر لك قفازين. سنبني أجمل